هلو ايفريوان، معكم ميلاد حنون ميك اب ارتست. اليوم رح اعمل كات كريز نيود كولرز على شروق. حتشوفوا الوان كتير حلوه، حتشوفوا رسمه عين كمان كتير حلوه، وستي تيوند. بدايه رح بلش بترطيب البشره. بنرطب البشره بكل مره بنعمل ميك اب، والبيجمنتيشن بيطلع اضبط بكتير من وقت اللي بيكون بشره ناشفه. ننتظر دقيقة لحتى يشربوا البشرة وبعدين منبلش بالفونديشن. وبما انه البشرة رطبة وصحية سو منخفف قد ما منقدر، لانه رح يعطي بيجمنتيشن عالي مجرد حطيناه على البشرة مثل ما شايفين. دايما تعرفوا انه الكونسيلر لازم يكون نقطة افتح من الفونديشن. شوفوا شو حنعمل. مثل ما شايفين جايز، نحن حطينا الكونتورينج الدارك وبعدين حطينا اللايت اللي هو على تحت العين على التشيك بوينز، وحطيناهم تحت الخد على الجو لاين وشوي عند الانف. وهلا رح نعمل البلند بهالطريقه بالبيوتي بلندر لحتى نحصل على وجه معمول كونتورينج لايت كونتورينج. سو جايز، مثل ما شايفين هلا عم باخذ بهالبرش الكريمي بلاش وعم بحطه على راس الخد بهالطريقه. كمان بستخدم البيوتي بلندر من الجهه الثانيه بهالطريقه. هلا رح اخذ هالسيتنج باودر من لورا ميرسي لاعمل بيكنج فيه بهالطريقه. هيك بكون عم ثبت التان اللي عملتها لحتى بلش اشتغل بالعيون على بشرة نظيفة وبنفس الوقت معمولة تان كتير حلو. كمان كرمال ما اشرب التان دايما نعمل له نحن السيتنج لحتى ما يطبعوا ايدينا عليه، لحتى خلص نضمن انه الفونديشن ثبت على الوجه. سو جايز، هلا نفسه الكونسيلر اللي استخدمته رح ارجع استخدمه از برايمر للاي شادو بهالطريقة. رح استخدم هالباليت من كحل اوبسيست اللي هي نيود كولرز وفيها شوي على روز يا جولد، يعني فيكم تقولوا هالباليت هي جامعة كل الالوان بباليت وحده. سو خلينا نشوف شو حنعمل بهالباليت على هالعيون. هالايلاينر الجديد من استي لودر اللي عندهم تو ايلاينر، يعني واحد معمول بطريقه عريضه وواحد لرفيع. سو اذا نعمله فيري ايدجي نستخدم هالجنب، واذا نعمله عريض وبلندر نشتغل بهالطرف. بعد ما خلصت الميك اب بدي استخدم هالفيكس بلس من ماك، بخو على كل الوجه بهالطريقه لحتى نحافظ على الميك اب اكثر مده كامله بنقدر عليها، ولحتى كمان يطلع الوجه بجلو شوي. ثانك يو سو ماتش، بتمنى تكونوا حبيتوا اللوك وبحبكم كثير بوتيكات.